كقطاع رياض أطفال إنه من وقت ما كان جائحة كورونا من شهر 3 تم إغلاقه. أيضا لأنه تبعنا وزارة التربية والتعليم كل القطاعات رجعت في شهر 6، بس لكن إنه منعنا من فتح نوادي صيفية مع إنه أغلب المراكز الترفيهية للأطفال كانت فاتحة. فالإغلاق استمر 3 و4 و5 و6 و7 و8، فتحنا فقط شهر 1 اللي هو شهر 9. والآن في التعلم عن بعد بتعرف عدم فاعليته بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال، وأيضا إحنا بنخدم الفئة الأم العاملة، فبنطالب بإرجاع رياض الأطفال وحكم للروضات المستقلة اللي بتخدم الأمهات العاملات، وأيضا بنقدم خدمة تأسيسية اللي هي قبل المرحلة التأسيسية الأولى صف الأول. يرسل أولاد اللي تخرجوا هلأ على البنوك إيش تنشون هؤلاء؟ إيش تنشون هؤلاء؟ كورونا بس على الموبايلات وعمرها شعر عند أطفال.